الإحصائية الأولية بالنسبة للإجمالي وليس تفصيلية ولكنها الإجمالي. معنا عدد الإصابات حوالي 3311. معنا الوفيات من الإصابات هذا هي 951 حالة وفاة. معنا الإجمالي للإصابات والوفيات 3949 أي قرابة 4000 إصابة. الصحة لم تناشد الأطراف المتصارعة داخل الوفيات منها 134. بالنسبة للنساء 225 إصابة وعدد الوفيات من النساء 95 مرة. هذه من بداية الأحداث. نعم أخي العزيز، من بداية القصف إلى يوم البارحة 21، إلى تاريخ 21. لا نزال يعني تصل لنا مناشدات من موظفين. هناك مشافي عديدة مهددة بالإغلاق، ونستطيع إن لم نكن مجازفين بما نقول بأنها كلها مهددة بالإغلاق. لا شك بأننا نستوعب جميعاً بأنها مهددة بالإغلاق نتيجة لعوامل عديدة جداً وعلى أكثر من صعيد وعلى أكثر من اتجاه. الوضع الأمني، الوضع الصحي، الدوائي وغيره، الوضع البشري الصحي من كوادر بسبب غياب كثير من الكوادر من الأجانب وغيرهم حتى من اليمنيين. مشافي تم استهدافها من قبل العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي. هذه المستشفيات التي تم استهدافها لدي قائمة هنا لعرضها على الإخوة الأكارم سواء من الصحفيين أو العاملين أو غيرهم. معنا مستشفى الرحمة في صعدة ربوع الحدود، معنا مستشفى شداء في صعدة، معنا مشفى المزرق للنازحين، طبعا هذا المشفى في حجة، معانا مشفى صرواح في مأرب. هذه كلها مستشفيات تم استهدافها من قبل العدوان الغاشم الآثم. مشفى 48 وفيه مشكلة عدم تسلل السباحة.